بسم الله الرحمن الرحيم. شركة المحيط للسياحة والسفر في آسيا. نحن في جزيرة لانكاوي نصور فندق أديا تشالانج، غرفة نوع سويت وان بيدروم. طبعا الفندق مستوى 3 نجوم بخدمة 4 نجوم، مستوى كويس لا بأس فيه. هذه صالة السويت، الصالة عندنا هنا فيها صالة أو قاعدة جلوس، وعندنا هنا شاشة مسطحة كبيرة، وأيضا في معانا اللي هي طاولة الطعام مع ثلاجة هنا، وهنا غرفة النوم. طبعا مثل ما نشاهد الفندق مرتب، يعني بما أنه 3 نجوم فهم على مستوى كويس ونظيف مرتب جدا يعني، وموقعه جدا ممتاز، يكون في شاطئ تشانل قريب من الشاطئ مباشرة. موقع الفندق جدا ممتاز قريب من شاطئ تشانل، وهو أشهر شاطئ في جزيرة لانكاوي. هذا هو السويت، هذه غرفة النوم أيضا مع الشاشة. وهنا دورة المياه تأتي أيضا مع الشطاف. تصوير شركة المحيط للسياحة والسفر في آسيا، جزيرة لانكاوي، فندق أديا تشالانج، غرفة نوع 1 بيدروم سويت.